نحن ممنونين ومنشكرك يا سلطان، بس كان بدنا هالوعد منك. خبرني شو القصة؟ في عنا مشكلة جديدة. شو صار هلا؟ أهل القرية طلبوا مني إنه روح معهم لنقتل الوحش. وإنت شو قلت لهم يا معلمي؟ اضطريت أقبل معهم. ما بعرف هلا شو لازم أعمل لما بيجي الليل. كل ما إنت بتحتاجني بكون لازم فوت على المصباح. هلا عن جد أنا بلشت أكره حالي. ما في مفر يا جينو. الظاهر إنه الليل الكل رح يعرفوا حقيقتي. رح يعرفوا، بس إذا خلينا هالشي يصير. شو قصدك؟ قصدي إنه بنطلق مع أهل الضيعة قبل ما تغيب الشمس مثل ما وعدتهم، بعدين نحن الثلاثة بنفترق عن أهل الضيعة بحجة إنه عم نفتش على الوحش، وبهالطريقة ما حدا ممكن يشوفك بعد ما تغيب الشمس، بوقتها بتروح بتتخبى بشي كهف للصبح على قدين، وأول ما بتشرق الشمس بنقابل أهل الضيعة وبنفهمهم إنه الوحش هرب، بنقنعهم إنه هرب من زرني أباد قد ما خاف من على قدين، وبس تعتم بنترك لحتى نفتش على الحل يلي بيقضي على مشكلتك أنت وياسمين. فهمتوا؟ بس لازم نمشي قبل المغرب أو بنعلق بمشكلة كتير كبيرة. ايه هالفكرة منيحة. هالفكرة كتير منيحة. اسمعوني منيح، ما في فايدة إذا منفتش سوا، بيكون أفضل إذا منفترق كمجموعات. إيه، وإذا حدا بيلمح الوحش لازم يخبر الباقيين لحتى نقدر نقتله كلنا سوا. أنتوا يا شباب روحوا من الغرب، وأنتوا روحوا من الجنوب. على الدين جينو أنا رح نروح من هون، وأنتوا بتروح من هونيك، اتفقنا؟ شفت؟ هلأ وقت مسحك؟ هلأ وقت إنه الواحد يمزح؟ هيه انت معصب لأنك خايف كتير. بس بكفي، خلينا نبلش المطاردة. أنا بعرف يا علاء الدين إنك بخبي عني شي كتير مهم، بس الليلة لازم اكتشف كل شي لك.